السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ندخل معلومات المشروع؟ اجي هنا من فايل هلاقي بروجكت انفورميشن بيقول لي المشروع ده او الملف ده بدأ مثلا النهارده، فينش ديت، الاسكادوال، فروم، الكرنت ديت، الستيت. طيب لو انا عايز اعدل بقول له ادفانس بروبرتيز، فهو بيقول لي بقى ايه المعلومات الخاصة بالمشروع، بحيث اللي يفتح المشروع يبقى عارف التايتل بتاعه والسبجكت، الاوثر، المانجر، كومباني، الكاتيجوري، كيورد، نقدر نكتبهم. وده هنا معلومات جنرال دي تقدر تعرف منها معلومات عن المشروع وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، وتقدر تضيف خانة خاصة جديدة تقدر تضيفها وتحدد هل هي عبارة عن تكست ولا ديت ولا نمبر ولا يس اور نو. طيب وبعد كده لو انت عايز تعدل في الشكل هنا، طبعا زي ما انت شايف ان في هنا جزء خاص بالسوفت وير ديفلوبمنت بلان، الجزء اللي هو اللي فوق دوت، اقدر اجي هنا واقول له جرانت شارت اللي هي ديت انا عايز اخليها مثلا نتورك دايجرام، نغيرها بالشكل دوت. هنبدا نشوف بعد كده في الدروس اللي جايه ازاي اقدر اتعامل معاها. ايه طريقة اخرى لرؤية الجرانت شارت؟ ممكن تقول لا ده انا عايز الريسورس، يبدا يجيب لي الريسورس اللي انا هشتغل بيه في المشروع، الريسورس شيت، التيم بلانر، يبدا يجيبهم لي. ولو جيت هنا من الفيو اقدر اعمل زوم ان واوت على المعلومات اللي موجوده بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز فوق الجزء بتاع التايم لينير، يبدا يظهر لي هنا فوق. ممكن اقول له انا عايز الديتيل للمعلومات، طبعا الحاجات دي حسب احتياجك ليها. اقول له هنا انا عايز التايم لينير هنا، وتقدر تقول له مور فيو لو انت عايز مور فيو.